الجواب البسيط لا، أنا لا أتوقع التصعيد. أنا أعتقد أنه أولا تحول القوات العسكرية الأمريكية في العراق من ما يسمى قوات مقاتلة إلى قوات استشارية، أنا أعتقد أنه هذا ما يسمى باللغة الإنجليزية ريبراندينج فقط، المعنى تغيير الاسم ولا تغيير جوهري. لذلك أنا أعتقد أنه بقاء نفس عدد القوات العسكرية الأمريكية سواء كانوا ما يسمى مستشارين أم مقاتلين، أنا أعتقد أنه القوات الأمريكية العسكرية سوف تبقى في الأراضي العراقية، وهذه النقطة الأساسية. ولذلك أنا أعتقد أنه إيران والميليشيات الموالية لإيران لا زالت خائفة من القوات الأمريكية ومن القوات الأمن العراقية التي تشارك بالعمليات الدفاع عن الذات مع قوات التحالف الدولي ومع القوات الأمريكية في القواعد معينة داخل الأراضي العراقية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لسوريا والتدريب كما أنت ما ذكرت بالمسيرات المقاتلة، أنا أعتقد أنه هناك جواب تكنيكي لهذه الخطورة الجديدة، وهذه الجواب المسيرات أو الصواريخ المضادة للمسيرات العدو ولصواريخ العدو. ونحن كنا نرى في سوريا وفي المملكة العربية السعودية ضد الهجمات من قبل الميليشيات الحوثي في هذا البلد، نحن كنا نرى في الأشهر الماضية أنه الصواريخ المضادة لهذه الهجمات ناجحة، ناجحة جدا، أحسن مما كان في الماضي. وأنا أعتقد أنه الوجود العسكري الأمريكي في الأراضي السورية قادر على الدفاع عن الذات حتى ضد هذه المسيرات الإيرانية الجديدة في إيد الميليشيات الطائفية في الأراضي السورية. وبالإضافة إلى ذلك، القوات الأمريكية الموجودة في سوريا وعبر الحدود في العراق وطول هذه الحدود العراقية السورية، أنا أعتقد أنهم في التحالف مع القوات المحلية القادرة على الدفاع عن الذات. هذه القوات قوات قسد، قوات سوريا الديمقراطية، الميليشيات الكردية والعربية الموجودة في محافظة الرقة وحسكة وشمال سوريا وفي دير الزور وكذا وكذا. لذلك أنا شخصيا أنا مطمئن بالنسبة للوجود الأمريكي العسكري في العراق وفي سوريا، على الرغم من التهديدات الإيرانية وتهديدات الميليشيات الموالية لهذا البلد.